FM. الكلمة ليك. اليوم باش نحكيو على موضوع يهم الناجحين في مناضلة الكابيس 2017 يدخلوا في اعتصام مفتوح بعدة مندوبيات للتربية بالجمهورية ومن بينها التنسيقية الجهوية. بينا بنحاولوا نفهموا الوضعية، علاش وصلوا للاعتصام، شنو هي المطالب المطروحة، وكيفاش باش يكون التعامل من طرف الوزارة. ويحضر معنا وتحضر معنا إيمان محمود، المنسقة الجهوية للناجحين في كابيس 2017. مرحبا إيمان. مرحبا. ما جيتش وحدك، معك مروة ماضي عضوة في التنسيقية. مرحبا مروة. ومروان الصلعاوي عضو في التنسيقية. مرحبا مروان. مرحبا. مرحبا بكل المستمعين. بارك الله فيك. نبدأ مع إيمان. أول حاجة، برشا كلام تقال عليها المناظرة هذه، هي كابيس ما هيش كابيس، شنو بالضبط هي؟ خلينا نتجاوز، أنا يظهر لي مشكلة التسميات، خلينا نتجاوزوها. المشكلة مش في التسميات، هي ما خلينا نفهم الموضوع من الأول. لذلك خلينا نقول نفهم الموضوع، ما نقفوش على إشكالية التسميات. تسميات كابيس ماجستير نتجاوزوها الحكاية، هي مناظرة خارجية، والمناظرة الخارجية في القانون التونسي وفي قانون الوظيفة العمومية تفضي إلى الانتداب. معناتها نسميوها كابيس، سميوها انتداب أساذة، سميوها انتداب السنة 2017، نسميوها كابيس علي، هي كلمة سميوها كابيس. علاش احنا نقولوا كابيس؟ احنا نجمو نسميو اي تسمية، اما نجمو نقولوا كابيس علي عرف ما عرف عند العائلات التونسية وعندنا الكليكا، انك نقولوا كابيس. عبيت كليكا تعرف كابيس. لكن فما اوراق زادة، فما اوراق، فما مناظرة. فما مناظرة نيجي نحكيو على المناظرة باش نشوفوا اللي هي، نحكيو على المناظرة باش نفسروا اللي هي خذت ما خذت تسمية كابيس. علاش؟ اللي هي كي عدينا احنا عدينا مناظرة تقليدية. الوزارة ما تحبش تسمي الأشياء بمسميات، نتفهموها احنا ما نسالش، اما هي مناظرة تقليدية بالمعنى التقليدي. كسيم وأعلن عن النتائج، دخلنا مشينا عدينا لكري، وبعد ذكريت عدينا اللورال، وأعلن نهار 15 ديسمبر رسميا عن النتائج وعن الناجحين. عدينا 114,000، نجحنا 2,356، 2% من المجموعة اللي عدوا. وعلى أساس معناتها خلينا ندخلوا تويك المشكلة، صرحوا بالنجاحات، احنا من العبيد اللي نجحنا، أي مبروك علينا، مبروك علينا. نمشيوا زادة في العرف، ومناش باش نمشيوا برشا في العرف، الأستاذ ذكي تنجح أوتوماتيكمون يعطيهم التسمية متاعهم ويمشيوا يخدموا على روحهم. احنا قالولنا اكسبسيونيلمون السنة مناش باش نتبعوا الطريقة هذه، مش نتبعوا طريقة التكوين. قلنا لهم نحنا مستعدين، وما فماش أستاذ على التراب عند الجمهورية في أي ولاية، أنا ولا زملائي، التكوين معناتها مستمر، والأستاذ ديما في حالة تكوين. معناتها أوكي، عطيونا صفتنا ونتكونوا. شنو قالولكم في الصيف؟ في الصيفة هنا يبدأ معناتها رحلتنا، معناتها خلينا رحلة مشقة نسميوها شوية. عنا 6 أشهر في رحلة، في رحلة الشتاء والصيفي، ما زلنا في الشتاء وما دخلناش في الصيف، معناتها ما زلنا في رحلة الأمطار وهبوب الرياح. معناتها أول حاجة احنا جرنا كالتحوير الوزاري وكل شيء، احنا مشينا بكلام السيد جلول، بدلنا الحكومة تتنصل، ما عندناش في الدولة التونسية ما عندناش استمرارية الدولة. رد بالك استمرارية الدولة يتيح مقررات جلول ومقررات راه سي نجي جلول، وندخلوا في مرحلة جديدة. انتم راكم سمعتوا ما نوعتنا به، نحن طلبة، نحن تلاميذ ماجستير مهني بين وزارة التعليم العالي وبين وزارة التربية، ومش نرجعوا نقرأ وما إلى ذلك. نعديوا مناظرة في تونس باش نرجعوا نقرأ وراهو في تونس، مش باش ندخلوا أساذة نخدموا على رواحنا. باعتصاماتنا وتعرضنا بلاي هنا، نحب نفتح شوية الموضوع متاع الهرسلة اللي تعرضنا لها، أنواع الهرسلة الكليكة، شردنا معناتها وحقوق الإنسان، هبطت بيانات مساندة كلينا ما شاء الله، وليلة لله محمد صلى الله. خلينا نحكي شوية مع مروان زادة، نعطيوه الكلمة زادة. ومروة، مروان، البداية بعد النجاح، معناتها كنتوا تنتظروا انكم باش تصيروا انتدابات، وفما تحكي على تكوين لكم انتوما بعد الانتداب او قبل الانتداب، ما نعرفش معناتها هي المعلومه الصحيحه. معناتها الرحله بدات معناتها بعد النجاح من غادي بدات المشاكل. هو المشهد، اذا نعطيوها كلمه ولا وصف، نقولوا رانا اللي نحس فيه بيرسونيلمون في دوله اللا قانون. دوله اللا قانون، لا وجود لحاجة اسمها دولة. تقول لي أنت كيفاش تقول الكلام هذا؟ كلام كبير. إيه، خطر القانون والدولة زادة راهو مفاهيم كبيرة. مفاهيم كبيرة. ونحكيو على الموضوع منين خذيتوه أنتم. هاني باش نجيك. قولي.
انا ما وصلت حكيت لك قلت لك الكلمه هذه الا راهو فما مجموعه حاجات تراكمات اللي هي يخرج السيد الوزير ناجي جلول يقول سوف ننتدب 3000 استاذ قصد تكوينهم. من بعد يخرج السيد ناجي جلول من الوزارة يجي خلبوس فهمتني ولا يقول لك أنا من فمش استمرارية الدولة وناجي جلول حل هالمناظرة هذه بالمقرر الذي يرتكز في قوانينه الكل على قانون الوظيفة العمومية. يعني مناظرة تصفي إلى الانتداب, هي مناظرة مهنية حبوا يتلعبوا بينا برشا أطراف. التكوين التكوين قبل ولا بعد الانتداب؟ قصد التكوين يعني ننتدبك كيفاش مؤسسة ولا وزارة انت ماكش تنتمي لها وباش تكونك يلزم تاخذ الصفة متاعك فك المؤسسة هذيك ومن بعد تكونك كيما تحب ومن بعد هي تحط تكوين وهي تحب على ذمة الوزارة. نحن اليوم رافضين هالهرسلة هذية الفكرية والهرسلة الجسدية والمعنوية واللي تحب انت من قبل شكون؟ من قبل وزارة التربية اللي هي أعلى سلطة في الإشراف. يعني كان جيك من مواطن عادي يقول لك تتفهموا, يجيك من إنسان أستاذ كيف كيف وتتفهم وتقول, أما يجيك من أعلى سلطة اللي هو فهم القانون اللي هو بناء هالمناظرة هذه اللي هو صحح فيها اللي هو أعلن على النتائج, بعد يجيك في دقيقة 90 يقول لك أنتم باش ترجعوا طلبة تابعين وزارة التعليم العالي. وهو في كلامه هذا مش فاهمه أصلا إنه الماجستير المهني تحلها وزارة التعليم العالي ما تحلهاش وزارة التربية. أنا ما نشريش تمبري مكتوب عليه مناظرة امتحان ب 15 دينار ونمشي نعدي هالمناظرة ذي في مراحلها ثلاثة الكلاسيكية كوسيام وكري وورال ومن بعد إعلان عن النتائج. هذه مناظرة بعدها يخرج سيد الوزير باش يغالط العباد يغالط الرأي العام يقول هذوما رافضين التكوين هذوما ناجحين بأربعة خمسة معدل وبستة معدل. نقول لك أنا لهنا سي أسامة أنه هو مش فاهم كونسيبت متاع التناظر. التناظر أنت طالب مية بلاصة باش تاخذ المياه اللولاني سواء من 18 وصلت حتى ال 11 سواء من 5 وصلت حتى الصفر. هذا أنت طالب مية بلاصة دخلنا 114 ألف في تناظر نشحوا منهم 2356 هذوما اللولانيين كما هو يقول فما أربعة. أنا نقول له فما شكون ناشحين ب 18 و 19 وناشحين ب 16 معدل. يعني هالتناظر هذايا راهو ترتيب تفاضلي باش العباد تفهم شنية قاعد يعمل في البروباغندا الإعلامية سيد الوزير. ونتأسف ياسر إنه خاطر سيد وزير يعطي في 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 يعمل في, في البوز ويعمل في ما يخرجش على مسؤول. نحن اليوم في تونس نحتاج الحقيقة, أعطينا الحقيقة وأعطينا الحاجة الواضحة. حبينا زادا ناخذ رأيه ديجا طلبنا لك إن هو في اجتماع ومعناتها وزير التربية وطلبنا زادا المندوب الجهوي للتربية زادا سي نجيب الخراز اللي نطلبوا فيه ما يهزش التليفون. دونك حابين ناخذ زاد الراي نتاع وزاره التربيه في الموضوع هذا. شوف صديقي اسامه سامحني راهو الحق بين والباطل بين. انا اذا موقعي ضعيف ما نجيكش اليوم وما نجيش نبلغ صوتي وما نجيش نتكلم. اذا موقعي اليوم ضعيف وما عنديش حجه وما عنديش برهان ما نجيش. اما انا اللوم على العباد اللي ما تهزش وما تردش وما تعطيش تصريحات وما تعطيش الراي الاخر باش العباد بطبيعة باش العباد تسمع زوز آراء. سمحني أسامة نطلب وزير التربية في برنامج تلفزي مناظرة جيب ممثلين على التنسيقية الوطنية ويجا سيد الوزير قدام الشعب التونسي الكل فسرنا هالمهزلة هذية التاريخية اللي عمرها ما صارت في تونس كيفاش صارت. طلبوش عليكم التكوين وبعد هالانتداب؟ قالونا برا وتكونوا ثلاثة شهور في البلاغ الاخر براو تكونوا ثلاثة شهور ما غير حتى صيفة ومن بعدها في 2019 تنشوفوا انتدابكم ولا عبر دفعات ولا نشوفوا المسألة لنعملوا الأمور القانونية متاعنا. تفضلي. سمحني وسامة بلي نحب نوصل باش نزيد نوضح كلام زميلي مروان. نحكيو على اللي وصلنا له تويكا, معناتها المرحله اللي وصلنا لها تويكا. المرحله علاش جينا اليوم كما قال زميلي, جينا اليوم باش نفسروا مغالطات الوزير. سيد الوزير راك غلطت الراي العام, غلطت حتى عائلاتنا ولينا قدامهم احنا من الصادقين. سيد الوزير يطلع قدام مجلس نواب الشعب ويظهر لي مجلس نواب الشعب هو اللي 23 فيفري معناتها مجلس نواب الشعب هو اللي عنده المصداقيه وكل شيء.
قال راهم كانوا طلبه، قال هكا راهم كانوا طلبه اما وفيناها فضينا الشراكه وراهم تو اساتذه ونعترف بيهم وعلى عيني وراسي ومرحبا بيهم بما معناه من على عيني وراسي واساتذه وهذوما صلب وزارتنا ومن الوزاره والى الوزاره. باهي احنا مشينا على هذا الاساس. حاجه اخرى، السيد جاء على لسان السيد نور الدين الطبوبي في بوزيد ولي اساتذه الكباس ما ارادوا. ماذا اراد اساتذه الكباس؟ اساتذه الكباس ارادوا صفه وارادوا التكوين. نحن لا نرفض التكوين بالله، نقولوا اردنا صفه وتكوين. ما يروعنا الا نهار الخميس في مقابله معاه، ما يروعنا الا انه انقلب على كل ما قال بعد ما غلط اعلاميا. والعبيد تعرضنا في الكياس مبروك وهبطنا دي ستاتيو العبيد تبارك لنا، هيا مبروك وبنتي ولات استاذه ولد خالي ولا استاذ مرحبا بالاستاذ مرحبا. نفاجئ انه البلاغ يهبط بلاغ مهين الى الاستاذ في تونس. الا تونس كما قال صديقي هذه دوله المؤسسات والقانون، سامحني الا دوله المؤسسات والقانون. في تونس الاستاذ يلقى روحه يتكون ثلاثه شهور بلا فلوس، اصحاب العائلات ما فهمناش نعملوا. في سبتمبر أنت على ذمة الوزارة من سبتمبر حتى كشي لجوان في تكوين نظري تاخذ فيه 400 دينار، وحسب ما فهمنا هو تكوين هو عقد الكرامة، وإحنا لا نتبع عقد الكرامة، إحنا أساتذة ناجحين في مناظرة. وبعد قال ابتداء بال 2019 نبداو نشوفوا في الوضعية هذه. هذا كل ما غير سفرة، هذا الكل معناتها أنا مش نقعد على ذمة الوزارة نرجع الرحلة الشتاء والصيف في رحلة أخرى في عام ونص آخر بلا صفة. قالش نسند لكم صفة عون المتعاقد. نحب نقول لك سيد الوزير، نحن نفقه القانون ونفهم في القانون رانا، ومعانا شكون ناجح في القانون. عون المتعاقد أنا نبدأ في قسمي نقري، هاي الأولاد نقري، ويجي يدغدغ علي السيد المدير، هاي مدام رانا فسخنا لك عقد، العقد راهو العون المتعاقد فما إمكانية فسخ القانون في أي وقت، فسخ العقد في أي وقت في دون الإعلام. زاد النجم ونمشيوا معاك معناتها سيد الوزير، كفى مغالطات كفى مغالطات كفى مغالطات. سيد الوزير ندعوك من هذا المنبر إلى مقابلة المناظرة التلفزية، أنت فسر للرأي العام كيف ما فسرت لهم في مجلس النواب وتفرجوا عليك الشعب التونسي، فسر لهم وإحنا نفسر لهم كما قال صديقي الحق بين والباطل بين. معنا بالتليفون سيف من رادس. مرحبا سيف. ألو، تحية ليك تحية ضيوفك. مرحبا يا سيدي. يعيش خلنا تعرفوا عليك سيف. ايه في الدنيا من رادس. انا نخدم موظف كادر. واضح يا سيدي. بارك الله فيك. انا حبيت باش ندخل وكل هدوء وما غير عنطريات وكل الحكايات. على كل حال ركز معايا صديقي وضيوفك. تو هل اللي خذاو الكابيس هذوما اسكو عندهم لا كومبيتونس باش يقريو اجيال؟ وشفنا نحن بالتجربه. شفنا بالتجربة اللي الأساتذة ورجال التعليم ما عدا القلة القليلة جنسيست بيان المستوى نتاعهم فارغ وشوف والكاليبر القياس اللي باش تعين به المستوى. شوف التلامذة نتاعنا مستوى التعليم نتاعهم ليسونسي ولا متريزار ما عندوش ما ينجمش يكتب لك حتى فهمتي عريضة ويكتب لك مطلب ولا حاجة، مستوى فارغ. هذوما شباب نجح بون عنده الحق، فما طرق أخرى قانونية يتبخاها، فما المحكمة الإدارية يطلب التعويض. أما هل الفوضى هذه أنا أنتر جيمين حتى فوضى أنت ضد معناتها اللي قاعدين يعملوا فيه من اعتصامات؟ أنا خذني بلطفك صديقي. أي كل واحد ورأيه بين صور. أي خذني بلطفك وما حبكش معناها فهمتي، خاطر أنا ضدك مش أنا نقص بك أنت معناها على مهم المجموعة اللي عندك واللي عاملين توا خبراء في البلاد فهمتي. وفوضى دخلني نخدم خدمة مسمار في جهيد معناها فهمتي الهدف نتاعه. لكن مش من حقهم المناظرة؟ انا ما قلت لك شيء، هو نجح في المناظره كابيس ونعرفوهم كيفاش كانوا من قبل، هي من قبل 2011 كيفاش كانوا يدخلوا هذوما للمناظره، كيفاش يدخلوا للتعليم، كيفاش ينجحوا في الكابيس برشاوي وغيره 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 ومعايا الطبع فيا انت معك بيه. انا نقول له بيه نجحت في الكابيس سي تون دروا باش تطلب حقك. بون ما حبوش يقبلوك والوزاره رفضت يا خويا، فما توخي الطرق القانونيه والقنوات القانونيه، برا مشي المحكمه الاداريه يا خويا. شنو حاط لي جريه نصب لي جريه فهمتي فوضى والبيت احنا ناقصين مشاكل. واضح معناتها معناتها انت في رايك كمواطن معناتها من حقهم كمل رايي. تفضل كمل
تفضل شنو السؤال كان عندك؟ يعني جوست معناتها مع المناظره والموضوع هذا معناتها تقول انت يمشيوا للطرق القانونيه انهم يقدموا قضيه في المحكمه. تحكيوا على الديمقراطيه والحريه وكذا، يا خويا الديمقراطيه راه فما تطبق، معناها فما قنوات قانونيه. شنو تجيب لي سرية ومخدة وزارة وانت بزمتي ملوح في الكولوار متاع وزارة وفي مندوبية التعليم والفوضى دخلني نخدم عشان نخلص، وهم دخلهم السيدة ورجال التعليم كشفت اليوم برك عندهم اجتماع، معناها ولا تجارة، معناها الهدف ما عادش باش نخدم، ما عادش نحب خويا مسمار في حيط، نحب ندخل نخدم في الوظيفة العمومية وندخل البلاد، الدولة ما عادش عندها باش تدخل تور ريتمان، ما عادش فهمتي اخويا. انا معاك، نجحت صح عليك، نجحت بالطرق القانونيه ولا طرق غير قانونيه، صح عليك صعب. بون ما حبوش يقبلوك اخويا، عندك قنوات قانونيه، برا امشي المحكمه الاداريه اخويا واطلب التعويض نتاعك وانتهى الامر، ولا تعمل الفوضى هذيا فهمتي، وعنطريات ونسمع فيهم. والله قعدت نستغرب، انا ذكروني كيفاش كنت في الفاكولتي الدروا الثوراجيه وفهمتي واليسار وكذا، اختانا من الحكايه هذيا الفارغه اخويا. انت ما كنجحت في الكابيس يا خويا، ما حبوش يقبلوك، برا عندك الطرق القانونيه، برا المحكمه الاداريه وخذ التعويض نتاعك، واضح الموضوع. الدوله ما عادش عندها طاقه باش تستوعب الكم الهائل هذايا من الناس تحب تدخل المسمار في حيط. واضح. انا راني لا اسمعني باش اونتر بارونتيز، انا لاني ندافع على لا عندي اتجاه سياسي ولا عندي حاجه، اما نحكي عن نتالم على تونس، معناها كيفاش معناها شباب يهدموا فيها ويدمروا فيها حجره بحجره، وشفنا نحن ديرون سيتون شنو وضعيتنا، شنو حالتنا. ما الفوضى هذيا والاعتصامات، شنو اعتصام؟ تجي المؤسسه العموميه تجي تفرش لي جرايه ومخده وترقص. واضح وصل الميساج يا سيف، وصل. بالطبيعه كل واحد ورايه اكيد ويشوف الموضوع هذا. بارك الله فيك يا سيدي، بارك الله فيك. بارك الله فيك، يعيشك يا سيف، شكرا لك، بارك الله فيك. مروان، الطرق القانونية يحكي سيب تبع، هو عنده أي الرأي متاعه بتبع، نحترموه رأيه كل شيء قانونيا، ما تقلك. لكن أنا بنحب نعرج على مجموعة نقاط طرحهم هو، قال جبد الكمبيتانس ولا الإشكال تو في الكمبيتانس من الأساتذة مش من السيستام، تغاضى على السيستام اللي هو سيستام فيه برشا نقائص، وحط ميزون فالور لساذة هذوما اللي ناجحين في الكابيس، هما ناجحين في مناظرة، شكون قيمهم؟ قيمهم متفقدين، اجتازوا مجموعة امتحانات فيهم الكوسيام، فيهم الكري اللي هو المنهجي المعرفي وكل، وفيه الشفاه اللي هو تكنيك بسيشيك، تعديتوا على ثلاثة مراحل، يعني ثلاثة مراحل هذوما مش نحنا قيمنا أنفسنا، لكن هالوزارة هذه بد متفقديها بإطاراتها بكل، هي قيمت هالشباب هذي اللي يقول فيه مشكل متاع تكوين. نحنا رانا نعاود يا أستاذي الفاضل، كانك مازلت تسمع فينا، رانا نحنا منش ضد التكوين، نحنا مع التكوين، لأنه كل خريج جامعة وكل أكاديمي وكل شخص عنده مستوى معرفي معين، أكل المستوى هذاك إذا ما يجدوش وما يطوروش وما يبحثش باش يتراجع. أصبح التكوين مهم دونك. لا نحن باش نوضحوا للراي العام، رانا مع التكوين، ماني ضد التكوين، لكن اشكالنا وين؟ انا باش نمشي نتكون بصفتي شنو؟ اعطيني صفه وكوني كما تحب، اعطيني صفه، انا نجحت في مناظره ومانيش انا نفك في حاجه مش متاعي ولا نحبها بالسيف، انت حبطت بلاغ في على 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 الوزاره تطلب فيه 3000 استاذ قدموا 114000 مترشح في مناظرة عادية، ما غير فوضى، ما غير مانيش حالة اجتماعية أنا جاي نطلب ولا جاي نفك في حاجة مش متاعي، هذه مناظرة حلتها الوزارة، قدمت كمترشح نجحت، شنو ذنبي اللي أنا نجحت؟ تقول لي أنت علاش تويك جراري ومخادد والخزعبلات هذه؟ نقول لك أنا علاش، أنت أستاذي 5 شهور سمعت شي بينا، شفت ناشي، نحن من 5 شهور قدمنا للمحكمة الإدارية، وانت تعرف أنه قانونيا معناتها قدمت للمحكمة أكيد الإدارية أكيد قدمنا، وهو يعرف ونعرف التوانسة الكل المحكمة الإدارية شنية دورها في البلاد، تنصفك تعطيك الحق، أما على شكون باش تنفذ القرار هذا؟ باش تنفذ على السلطة الحاكمة، تعرف معناها السلطة الحاكمة؟ يعني هي تنجم تتلاعب بالقوانين كما تتحب،
يعني صديقي مش للدرجه هذه معناتها. صدقني والله يا اسامه، ما تنجمش تحكي على قرار هو مازال ما صارش معناتها. ليه تو الاساتذه في القانون الوظيفه العموميه ينصفونا، وقدمنا قضيه الى المحكمه الاداريه، في انتظار كذا. لكن هو رئيس المحكمه الاداريه كي شاف الملف وشاف المقررات وشاف كذا، انسان ولد قانون مش ما يلعب، قال راهو عندكم الحق. به المندوب الجهوي طلبناه سي نجيب الخرازي، ومندوب جهوي للتربيه بنابل، تحيه ليه. قال اللي هما طلبت الماجستير المهني، كتبنا وقعدنا معاهم في اليوم وكتبنا المطالب نتاعكم، بطبيعه تم رفعها لوزاره التربيه. معناتها اليوم المطالب نتاعكم في نقاط، شنو طالبين؟ نحن باش العباد تفهم زاد، طالبين الانتداب الاني. الانتداب الانتداب الاني، وكوننا كيما تحب ما تقول، وهذا شائعات نتاع، انا ما نلومش عليه المواطن الكريم اللي تفضل وقال هذوما النيفو نتاعهم طايح. خاطر وزير التربيه الله يسامحه يعطي في اشاعات وفي اقاويل ويراوش في الاعلام بمغالطات. به النقاط يا مروان، النقاط الانتداب الاني اعطينا صفه. نحن نجحنا في مناظره اخويا، تحبوا ما غير فوضى ونطبقوا الديمقراطيه ونطبقوا دوله الحقوق ودوله الواجبات، اعطيونا حقنا، فهمتني ولا لا؟ ما غير حتى شيء. نحن 25 تحرك وطني سلمي، 13 تحرك جهوي سلمي، نرفعوا في شعارات، نتكلموا، ما غزرنا حتى مطلب واحد هذايا، تحبوا على مطلب واحد اللي هو الصفه. اعطيونا صفتنا، خلينا نمشي غدوه نخدموا على ارواحنا. يا خويا نمشي معاك لبعيد اسامه، نحن مستعدين 2356 استاذ ناجح في المناظره ندخلوا نقريوا سنه بلا فلوس، سنة كاملة أعطينا صفتنا ندخلوا نقريوا بلا فلوس ما غير أجر. حكيتوا مع المندوب؟ حكينا، هذا موجود في المطالب اللي تم رفعها لوزارة التربية؟ هذا موجود في المطالب وموجود في التنسيقية الوطنية اللي ترفعت لوزير التربية، والنواب الكل والعباد الكل راهي تعرف أنه لنا حق. وصلنا للمرحلة هذه، صحيح نجم نمشي معاك تقول لي الظروف الاحتجاج هذه ظروف متشنجة، ظروف مش باهية. ما طلبتوش اجتماعات؟ ما طلبتوش؟ طلبنا في عديد المرات الوزير يقابل يتفاوض يناقل ومن بعد يعطينا حلول، ومن بعد كي نجيو نصحوا على الورقة النهائية يبدل رأيه. معنا بالتليفون وسام من نابل، مرحبا. مرحبا، عايشك بارك الله فيكم. نبلغ صوتي الآن لأنه قضية تهمني. أنت ناجح في الكاباس هذا؟ على الأقل دور الإعلام يوضح القضية، لأنه وزير الإعلام غالط الرأي العام. احنا بالعكس، وزير شنو؟ وزير التربية. وزير التربية، عفوا. وزير التربية غالط الرأي العام. لأنه احنا مانيش رافضين الفورماسيون بيداغوجيك اللي هو التكوين، احنا نطالبوا به بالعكس. هذا شيء مهم، التكوين شي مهم، التكوين بالعكس نطلبوا به تكون فورماسيون بيداغوجيك، مش باش نرجعوا نقراوا المقاعد الجامعه ومقاعد سنه اولى جامعه وثاني جامعه. هذا لا يسمن ولا يغني من جوع، لانه هذيك تجاوزناها المراحل. احنا من بين 114,000 نجحنا يعني 2000 او 356 او يعني اكثر شوي. وضمن لي يعني هذا هو. بعد احنا شو طالبين؟ طالبين التكوين بيداغوجي، لكن اضمن لي الانتداب بعد الفورماسيون بيداغوجيك، بعد التكوين البيداغوجي اضمن لي الانتداب، مش هكيك يعني مغالطات وتشويه راي عام. معناتها طالبين التكوين وسام، طالبين معناتها خاطر الوقت يزرف فينا، ماذا بينا ثلاثه نقاط تعطيهم لنا اليوم طالبين. دونك النقطه الاولى التكوين البيداغوجي وضمان الانتداب، هذه نقطة أولى. ضمان الانتداب، ضمان الانتداب، هذه هي من أهم المطالب اللي تقدمنا بهم، لكن لا حياة لمن تنادي، بالعكس احنا ديما فما مغالطة كبيرة الرأي العام، هذا هي نحب نأكدها ونحب نوضحها ونحب الناس كلها لا تعلم. بالعكس يعني احنا عملنا كل 25 وقفة احتجاجية سلمية، عملنا وصلنا وقفنا قدام المؤسسة الكبرى للبلاد، وزارة التربية، وزارة التعليم العالي، مجلس التأسيسي، معناها كل المراحل متاع الوقف متاع الاحتجاج السلمي قمنا به. الشيء اللي خلانا نتجه للإعلام ربما مضعف الإيمان أن نوضح قضيتنا للرأي العام، وموا باش ما يقولوش هذوما ناس يحبوا يطالبوا. احنا نطالبوا بحقنا، هذا مش باش نطلبوا يدينا أو نطلبوا حاجة
معناها نطلبوا حاجة مش من حقنا، بالعكس هذا حقنا نطالبوا به، وهذا هو إصلاح التعليم. هذا إصلاح التعليم يجب يكون هكا، مش يوجه نوجه الاتهام للأساتذة. لا لا، أستاذ قراني منذ الابتدائي على رأس العين، لكن المنظومة التربوية والسيستم يجب يتصلح، وهذا هي طريقة الإصلاح. مش مجرد يعني ننظر القضية ما نشفهمينها ونطلبوا أحكام مسبقة، ويلزم يكون درجة بالوعي، يلزم يكون حكم موضوعية كيف. واضح يا سيدي، شكرا لكم، بارك الله فيك وسام، يعيشك، بارك الله فيك. مروة، ما بعد الاعتصام هذا أو في الاعتصام هذا شنو في المستقبل؟ معناتها هل فما نية أنكم زادة تطلبوا اجتماع مع الوزارة، أنك تقعدوا مع بعضكم، أنكم تفهموا أن النقاط هذه لازم تكون موجودة كما النقطة اللي حكى عليها وسام، هي التكوين البيداغوجي وضمان الانتداب؟ نحن أولا مع أنه نواصلوا في الاعتصام هذايا إلى أن الوزارة أنها تفتح الأبواب، تفتح أبواب التفاوض، نحن لها، نحن نتفاوض، وإحنا من الأول مطالبين بالتفاوض، والوزارة فتحت أبواب التفاوض، ولكنها في الأخير انقلبت على مبدأ الانتداب بعد أن وعد السيد الوزير في جلسة المساءلة في مجلس النواب بانتدابنا، وقالها بالحرف الواحد: أنتم أساتذة ومنا وإلينا ومن ضمن المنظومة التربوية ككل. فنحن في المستقبل ككل قابلين التفاوض، قابلين النقاش. هذه وسيلة تعبير، راهي وسيلة تعبير، ما زلنا في إطار السلمية. لا، نحن لا عطلنا مندوبية، لا عطلنا سير العمل في المندوبية. حكينا مع السيد نجيب الخرايز، قلنا له المندوب جهوي بنابل، قلنا له نحن ضد أنه نوقفوا المندوبية، راهو ميسالش. نحن نحاول نعبروا على رأينا بكل سلمية. نحن أساتذة، نحن زبدة البلاد، نحن نخبة البلاد، نحن ماذا بينا نلتحقوا بالانتداب كأساتذة، نتكونوا مناش ضد، نقريوا تلامذتنا، نصنعوا جيل أفضل وأحسن، جيل يعرف يخمم، يعرف يفكر، قادر على التمييز. نحن هنا نمثلوا زبدة الأستاذ، الأستاذ اللي فوق المهمة التربوية متاعه، هو أصبح يكتسي مهمة نضالية. اليوم في بلاصة أنا ما نمشي نقري أو نمشي نتكون ننتدب بعد نتكون، أنا اليوم الناظر، أنا اليوم معتصمة، أنا اليوم مضربة جوع. يعني ما هذا يعني؟ هكذا يعامل الوطن؟ هكذا تعامل الحكومة نخبتها؟ يعني شيء ضحك والله، أصبح أمر مضحك نوعا ما. ولكن ديما نقوله نحن قد ما السيد الوزير يعني نوعا ما متجه نحو خطاب يغالط الرأي العام، ولكن في المقابل نحن كأساتذة كنخبة واعية، نحن فاتحين باب الحوار إلى أجل غير مسمى. ميسالش وقت اللي السيد الوزير نطالبوه بالحوار ومقابلين الحوار، وماذا بينا المسألة تتحل، خلي الناس كل ترتاح وكهو. واضح، باهي، كلمة الختام نخليها لك مروان وإيمان. كلمة الختام، أنا نحب نداء لكل الناجحين بصفتنا، باش نتكلم تو بصفة التنسيقية الجهوية بنابل، كل ناجحين في ولاية نابل، الالتحاق بالاعتصام المفتوح اللي قررناه في المندوبية الجهوية للتربية بنابل. راهو الاعتصام هذا لفك حقوقنا، الحقوق اللي تفكت منا وتسرقت. نداء عاجل، كل واحد عنده حق يلتحق بالمجموعة الكل، باش نجمو هكيكا نعبروا على صوت المجموعة، نعبروا على الناس الكل. ونقول للوزير، راهو باش نبنيه تونس الغد، فما قبل القانون والقوانين فما مسألة ثقة، فما مسألة أخلاقية. إذا ما تتبنيش على الصحيح، نحن عنا فيك ثقة، وانت عنا في كيفاش نقولها أسامة، عندك فينا ثقة وعندكم ثقة في هو ثقة متبادلة. إذا ما كانتش فما ثقة متبادلة، راهو كل شيء باش تبنى على عدم وعلى ضبابية. هات نأسوا المرحلة جديدة، هات أخويا عطينا انتدابنا، ونحن مستعدين باش نمشي ونخدموا على ما روحنا. زلت على كلمتك، ما تاش تخدموا عام بلاش منعاود اولي الكاميرا، هذه الكاميرا نحن كتنسيقية وطنية، كان وزير التربية يصح لنا الانتداب متاعنا ويقول ما فماش اعتمادات مالية، نقولوا لك يا سيد الوزير نحن مستعدين نمشي ونقريه سنة كاملة بدون أجر، اعطينا صفة أستاذ متربص وفقط، ما خليناش معاك. واضح. إيمان، اخيرا نحب نعتذر شويه، كان تشنجنا شويه، نعتذر للمستمعي. نحب عندي زوز رسائل، خلينا نقول اولا رساله للسيد الوزير. السيد الوزير مش هكا يتعامل، هكا نتعامله مع الاستاذ في تونس. الاستاذ هو اللي مش يبني لك غدوه جيل،
ولا انت اليوم الاستاذ تحطه في الوضعيه هذه، ولا اليوم الاستاذ معناتها تقدمه للمجتمع بالصوره هذه، معناتها ما تنتظرش غدوه من مجتمع متماسك راهو ونخ بيدي في المنظومه، المنظومه معناتها تشوه فيها بيدي، تشوه في الاستاذ. الاستاذ انا غدوه مش نصبح ناق، انا تصاوري شفت قداش تداولوها وكل شيء، غدوه باش ناقف في القسم مش يقولوا لي مدام انت ساره انا هي الاستاذ راهو يلزمنا نرفعوها على هذا الكل ليكا. اصلاح المنظومه التربويه نخرطوا فيها الكل ليكا، مش تنخرط فيها مجموعه على حساب مجموعه. حب قول سيد الوزير زاده احنا من هذا المنبر دخلنا في عمليات احتجاجيه، انت تعرف علاش بعد 5 أشهر. نحب نقول لك مازلنا حالين يدينا ومازلنا مقبلين على الحوار. سيد الوزير ماناش طالبين برشا، فاهمين حكومتنا في وضعيه صعيبه والاستاذ متفهم، طالبين حاجه تعطينا صفتنا والنقاش يجيب كل شيء. واضح. عندك كلمة أخرى؟ لا شكرا. احنا تمنينا انه معناتها نشوفوا شكون معناتها من الوزارة وكلمناهم معناتها، لكن ما تحصلناش على حتى حد انه يعطينا الرأي نتاعو. دونك موضوع للمتابعة. شكرا لك كمان محمود المسقى الجوالي ناجحين في كابيس 2017. شكرا لك مروان الصلاوي. شكرا أسامة سامحني بالله. نحب نشكر العباد اللي جات من كل بلاصة، من قليبية، من قربة، من معمورة، تكبلوا مصاريف التنقل وخلاوا عائلاتهم وصغارهم، واللي صدقني ظروف اجتماعية قاسية باللي نحكي لك، مشكورين جدا اللي هما التحقوا بنا اليوم في الاعتصام مفتوح، ويعطيهم الصحة ومشكورين زد. بارك الله فيك مروان السلامي. شكرا لك مروة ماضي على حضورك معنا. دونك هكا وصلنا نهاية حكاية الناس. بالنسبة لليوم أحلام كانت معايا في الإخراج، دالندا في التنسيق، وسام المثلوثي في التصوير، وسنة بن ساسي في الأعداد. نتقابلوا غدوة في حكاية جديدة. خذوا برونشي على راديو كابا فين في لمن الناس كل. كابا فين. الكلمة ليك.